ماتشي الاخر. يعني مريح، عملنا ليك نموذج لكل المشروع، كل الناس اللي خدت المشروع جت سادت شافت الشقه وشافت الفرش اللي فيها وشافت ان الشقه واسعه فعلا تسمح بان الاسره اللي عندها ولدان على الاقل تعيش فيها من غير ما تنقل للمكان ده. ولد وبنت اهو مستفشنا كده. بس طبعا صاله الريسبشن واخد اثنين مكان بس المطبخ يسع سدى كل الاجهزه الكهربائيه اللي ممكن تستخدمها سواء ثلاجه او بوتاجاز. عشان حاطين له مغسله فن البيت المطبخ كافي جدا زائد منشر سبعة مسافة البيت من ست البيت يعني ما فيش ولا حاجة. كل يا فندم المشروع كده كل المشروع مسلمينه كده طبعا حاجة السخاخة والمراية لما المشروع بالمنظر نفس المنظر ده بنفس طعم الحمام ده بنفس النواكل دي بالألمونيا بكل الكلام ده. نموذج واحد كل مشروع. أولاد فرداني برضه ستك ليها شباكها بلكونتها الأوضة نوم أطفال تانية. كامل سواء الصالة أو أوضة النوم كلها سيراميك. هنشوف ستة كل قلب المشروع كله. قلب المشروع.
خلاص.